فإن عظم هذا المخلوق بهذا الحلف كتعظيم الله فهو شرك أكبر. ولعل ما يؤيده ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، لأن في ظاهره أنه جعل اللات والعزى وهي أصنام في التعظيم كتعظيم الله، فكانت الكفارة أو كان الأمر بقول لا إله إلا الله. والذي يقول لا إله إلا الله ويلزم بها هو من أراد أن يدخل في الدين. لماذا قال صلى الله عليه وسلم فيما يظهر لي والله أعلم، لماذا قال من حلف فقال في حلفه واللات والعزى، لماذا ذكر اللات والعزى وذكر الكفارة بقول لا إله إلا الله؟ لأنه ما حلف بها إلا لأنه يعظمها كتعظيم أهل الجاهلية لها، وتعظيم أهل الجاهلية لها شرك أكبر. ولذلك قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق. انظر إلى اختلاف الجملتين، فلو كان الحلف بغير الله محرما يوازي القمار لما فرق بينهما في الكفارة، فقال في الأولى فليقل لا إله إلا الله، وقال في الثانية فليتصدق. إذا من يقول والبدوي أو بالولي الفلاني هذا لا يبعد أن يكون شركا أكبر، لأنه بلسان حاله وفعله يعظمه كتعظيم الله، تجد أنه ينذر له يذبح له، أعوذ بالله. إذن هذا الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر. لكن نحن نقعد قاعدة من حيث الأصل هو شرك أصغر.